السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة أولى ثانوي، هنكمل النهاردة درس الهندسة ونكمل نظريات التناسب في المثلث. نظرية بتتكلم عن مواصفات زاوية الرأس والأجزاء المتناسبة. النظرية بتقول إن لو عندك مثلث وليكن أ ب ج ورسمت أ د مناصب لزاوية الرأس، مناصب زاوية الرأس بيقسم قاعدة المثلث إلى جزئين، هل متساويين؟ لا مش متساويين. النسبة منهم بتساوي النسبة بين طولي الضلعين المثلث الآخرين، تاني لو رسمت الرأس المثلث منصب لزاوية الرأس، المنصب بيقسم القاعدة إلى جزئين. النسبة منهم بتساوي النسبة بين طولي الضلعين الآخرين للمثلث، يعني أقدر أقول إن ب د على د ج بتساوي ب أ على أ ج. طب الكلام ده لو كان أ د منصب لزاوية الرأس، الزاوية الداخلة للمثلث. في هنا لو رسمت المثلث اللي اسمه أ ب ج، ده المثلث الأساسي بتاعي، بس عملت منصب زاوية الرأس أ منصب خارجي، مش منصب للزاوية الداخلة، لا أنا عملت منصب للزاوية الخارجة عند أ، تمام؟ فبنقول ده منصب خارجي اسمه أ د. بنفس الطريقة المنصب ده اسمه منصب خارجي، فالمنصب الخارجي بيقسم قاعدة المثلث إلى جزئين، النسبة بينهم بتساوي النسبة بين طولي ضلعين المثلث برضه، بس هنقول ب د على د ب، يعني هبدأ من بداية القطعة المستقيمة وهوصل لحد نقطة التقسيم، تقسيم القطعة المستقيمة بس أقسمها هنا من الخارج. ب د على د ب يساوي ب أ على أ ب، اللي هي النسبة بين طولي الضلعين بتوع المثلث. ناخد كده أمثلة اللي بتوضح الموضوع. في الشكلين التاليين عايز قيمة س. في الشكل الأول هلاحظ إن المثلث اللي عندي أ ب ج ده مثلث أساسي، لأن أ د ده منصب داخلي ولا خارجي؟ واضح إن هو منصب خارجي، تمام؟ طالما منصب خارجي ركز بقى معايا، فين القطعة المستقيمة؟ فين القاعدة؟ القاعدة اللي اسمها ب ج. طيب القاعدة ب ج والمنصب منصب زاوية الرأس نازل عند نقطة د، فلما أجي أكتب التناسب هقول ب د على د ج يساوي ب أ على أ ج. طب الب د عبارة عن إيه؟ الب د عبارة عن مجموع القطعتين 4 زائد س اللي هي س زائد 4 على د ج، د ج اللي هي س، يبقى س زائد 4 على س تساوي ب أ على أ ج، يعني 7 على 5. هنحل المعادلة، يبقى الس زائد 4 مضروبه في 5 فيديني 5 س زائد 20، و7 س 7 س هننقل ال 5 س بعكس الاشاره، هيصبح عندك 7 س ناقص 5 س يبقى 2 س، 2 س بتساوي 20، يبقى 20 على 2 10، يبقى الس كيلومتر بتساوي 10. طب في الشكل الثاني هنا واضح ان ال ب د منصب لزاويه الراس ب، طب منصب داخلي ولا خارجي؟ واضح ان هو بينصب الزاويه الداخله للمثلث. يبقى القاعدة هتقول لك أ د، ده يعتبر قاعدة المثلث، يبقى ب د أ د على د ج يساوي أ ب على ب ج. معايا؟ يبقى أنت عندك تاني، لو أنا قسمت أ د على د ج يعني 5 على س زائد س زائد 1 بتساوي أ ب على ب ج، 8 على س زائد 4 اهو، 8 على س زائد 4 يساوي 5 على س زائد 1، برضو هنعمل حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين علشان اقدر اجيب قيمه س. هيطلع لك في النهايه بعد ما احل المعادله ان س قيمتها بتساوي 4 سم. في ملاحظات مهمه جدا جدا في الجزء دوت. اول قاعده او اول ملحوظه بتقول أن المنصفان الداخلي والخارجي بيكونوا متعمدين، يعني لو أنا في نفس المثلث، نفس المثلث اللي اسمه أ ب ج، عملت منصف للزاوية الداخلة أ اللي هو أ د، ورسمت منصف خارجي لزاوية الرأس، يعني رسمت منصف لزاوية الرأس الزاوية الخارجة اللي هو أ ف، ألاحظ إن أ د والأ ف دول متعمدان. طب في قاعدة تانية برضه مهمة بتقول لك إن لو إحنا عندنا مثلث، لو انا رسمت مثلث متساوي الساقين، مثلث
ألف ب ج مثلث متساوي الساقين. لو رسمت المنصب الداخلي وليكن اسم ألف د وحبيت أرسم منصب خارجي، أنا هعمل امتداد للضلع بتاع المثلث عشان أرسم المنصب الخارجي. المنصب الخارجي هنا وليكن اسمه ألف ه. هنلاحظ إن برضه المنصب الداخلي والمنصب الخارجي برضه متعددان، يعني أيا كان نوع المثلث سواء مثلث حاد أو مثلث متساوي الساقين أو مثلث قائم أيا كان نوعه، يبقى إذا المنصب الداخلي والخارجي منهم بيكونوا متعددان. طيب منصب زاوية الرأس المثلث المتساوي الساقين، منصب زاوية رأس المثلث المتساوي الساقين بيوازي القاعدة، أي منصب داخلي ولا خارجي؟ لا طبعا المنصب الخارجي. يبقى لو أنا رسمت مثلث ده هتلاحظه كويس جدا، لو أنت رسمت مثلث متساوي الساقين ورسمت منه منصب، رسمت عن زاوية الرأس بتاعته منصب خارجي، هلاحظ إن المنصب الخارجي بيوازي قاعدة المثلث اللي هي ب ج. عايزين ناخد برضه جزء جديد مهم جدا في الحته دي. لو انا عاوز اجيب طول منصف زاويه راس المثلث، لو انت عندك برضه اهو ادي مثلث اسمه الف ب ج ونصف زاويه الراس بمنصف اسمه الف د، طبعا ده واضح ان المنصف ده غيري، فبنلاقي ان الالف دال طول المنصف الداخلي بيساوي الجذر التربيعي لالف ب فالف ج ناقص دال ب في دال ج، ده طول المنصف الداخلي. طب لو كان المنصف خارجي، يعني مثلا لو رسمت المثلث كده الف ب ج وحبيت ارسم من زاويه الراس الخارجه على المنصف، اضع قاعده المثلث عند ه، انا عايز اجيب طول المنصف الخارجي، طول المنصف الخارجي بيساوي الجذر التربيعي ه ب في ه ج ناقص ا ب في ا ج. طب بتفيدني؟ اكيد طبعا هي مفيده جدا في حل المسائل. بص كده مع بعض، اسالك عاوز اجيب طول س في الشكل المقابل، يقول لك اوجد طول س. هنا بلاحظ ان ا ب س ا ج بيساوي 5 سم، مديني ب د 6 سم، د ج 4 سم. طيب انا اول حاجه عشان اقدر اجيب طول قيمة س وبعدين عايز اجيب طول المتوسط ا د، واحيانا بيطلب في الامتحان طول ا د مباشرة، ما اقدرش اجيبه الا لو جبت قيمة س الاول. طيب هو ده مش ا د منصف داخلي، يبقى اذا استنتج ايه؟ استنتج ان ا ب على ا ج بتساوي ب د على د ج، يعني س على 5 بتساوي 6 على 4. س على 5 بتساوي 6 على 4، اعمل حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، الاقي ان قيمة س بتساوي 7.5 من 10 سم. طيب كده جبنا قيمة س، عايز اجيب طول الالف دال، القانون لو تفتكروه كان بيقول ايه؟ الالف دال ها كان في جذر كبير، الجذر حاصل ضرب ا ب في ا ج يعني 7.5 في 5 ناقص 6 في 4 اهو، جذر 7.5 في 5 ناقص 6 في 4، وفي الآلة النادي اللي هيطلع 3.7 وكده كده بيكون هنا الدرس ان شاء الله، وعايزكم تحلوا تمارين كتير من كتاب الوزاره، وربنا يوفقكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.